ومعنا من باريس الصحفي نزار جليدي. أستاذ نزار أهلا وسهلا بك. يعني تعليقا بداية على هذه الصور وهذه المواجهات بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية، وخاصة أيضا بعد الحادث إطلاق نار الذي تابعناه بعد ظهر اليوم والذي أدى إلى سقوط 3 أشخاص. نعم تماما. تعيش باريس الآن مسرح مد وجزر بين المتظاهرين أمام المركز الثقافي الكردي، مسرح الحادث الذي وقع في حدود منتصف النهار، ولكن تبدو بأنها النقطة التي أفاضت الكأس ربما بعد التعامل المشين للأمن الفرنسي منذ أسبوعين مع مهاجرين أمام مجلس نواب الشعب، أو ربما في إشارة أخرى أن هذا الرجل له من رصيد عنصري بعد أن هاجم مخيم للمهاجرين منذ سنة تقريبا، وقد وقع إطلاق سراح. وهذه مشكلة أخرى في باريس، في كل مرة الحادث لأشخاص لهم سجلات، بما معناه بأن هناك غياب رقابة. تجاوزنا الحادث بتفاصيله، والآن نحن في حادث آخر، وهو هذا الشجار الذي بين الأكراد الذين هم وقع الحادث أمام المركز الثقافي. وهناك البعض يذهب أيضا إلى التحليل بأنه يوم أمس كان هناك لقاء بين أردوغان ووزير خارجية بين وزير الخارجية التركي ووزير الخارجية السويدي، وتحدثوا بإطلاق كيف ستقوم أوروبا بمساعدة تركيا على إعادة الأكراد. ربما جاء الحادث بالتزامن من باب الصدفة فقط، ولكن الأكراد يتحدثون عن هذا اليوم في باريس. الشخصيات الكردية تتحدث عن الكلام، تقول بأن أوروبا أدارت ظهرها للأكراد تماما مثل فعل الأمريكان في سوريا. هذا مجرد الآن تحليل وبعض المواقف التي تخرج من هنا وهناك، ولكن الواقع الحال في باريس الآن أننا أمام مسرح يعيدنا إلى الذاكرة عدة صراعات أخرى تبدأ هذه المرات. يعني نتابع في هذه الصور أستاذ نزار عمليات التكسير للتعبير المتظاهرين هناك عن غضبهم، ولكن كيف يمكن أن يتطور المشهد خاصة مع كل ما شهدته باريس اليوم خلال هذا الحادث وأيضا كل ما تفضلت به؟ في واقع الأمر المشهد قابل للتطور أكثر فأكثر، خاصة أننا أمام مراكز تخييم لمهاجرين في أماكن عديدة في العاصمة الفرنسية منذ فترة، وصعود صوت اليمين الفرنسي بقوة في الشارع هذه المرات، ويعد العدة لاحتجاجات كبيرة بعد أعياد الميلاد. وربما جاء هذا الحادث ليطلق شرارة النار لعديد المواجهات ستكون. المقاربة الأمنية، يبدو أن الجميع يرفض هذه المقاربة الأمنية، هذا العنف الأمني باعتبار أنه لن يحل المشكل بحسب أنه سيضاعف من هذا المشكل، وقد يضاعف من الأحداث أكثر في باريس، لأن التطور خطير وخطير جدا. وهذا ما أشار إليه أصلا وكيل العام لدائرة باريس الكبرى، وقال بأنه لابد من التعامل بجدية الآن لأنه أصبحت الأمور تخرج عن إطارها بشكل طبيعي. يعني حتى المشاهد التي نتابعها اليوم ويعني ما شهدته العاصمة الفرنسية خلال الأيام الماضية، الجميع كان يقول بأنه ربما تؤدي حتى لو كانت حوادث فردية ولكن إلى ما لا تحمد عقباه في الشارع. وبالتالي كيف يجب على السلطات الفرنسية التصرف اليوم، خاصة وأنه هناك حالة كبيرة من الغضب؟ يعني اليوم نتابع هذه الحالة لدى الشارع الكردي، ولكن لدى مختلف يعني الفئات في فرنسا. نعم، الزمن السياسي في فرنسا زمن خطير وخطير جدا، لذلك المعالجة الحكومية والمعالجة الأمنية لابد أن تكون حذرة، وإلا أن الأمور ستذهب أكثر من الفتائر الصفراء باعتبار الوضعية النفسية والحالة الاجتماعية للفرنسيين، حيث أنه من باب التحليل على الأقل في الاقتصاد السياسي، من الفرنسيين لأول مرة لا يجدون أموال تخطيط وصريف أعياد الميلاد. هناك حالة بشكل أو بآخر للشارع الفرنسي، وربما هذه القطرة التي ستفيد الكأس، وربما أن هذا الحادث هو الذي سيدفع حتى والخوف كل الخوف أن تكون هناك شرارة في الليل. ونحن نعرف أن كل أزمات فرنسا وقعت في الأحياء الشرقية
يعني التعامل مع مركز ثقافي وخاصة كردي بهذه الحساسية قد يحرك ضواحي باريس. ومعلوم جدا في التاريخ الفرنسي، التاريخ الاجتماعي الفرنسي، إذا ما تحركت الضواحي وخاصة بعنوان ويافطات العنصرية فإن الأمور لا تذهب دوما إلى الأحسن. ونعرف ساركوزي عندما تعامل مع موضوع بهذا العنف الشديد ماذا وقع في فرنسا، ونعرف جيدا كيف تحركت مدن أخرى وضواحي أخرى. لذلك باعتقادي بأن الحكومة ليس لها إلا أن تختار الجهة المفاوضة أو الجهة المهدئة وليس الجهة الذاهبة إلى العنف. أن اختيار دارمانوف لهذه المواجهة بهذا الشكل ربما سيعطي شرارة لحالة اجتماعية خانقة جدا في باريس هذه الليلة. دعنا نشرك معنا أيضا أستاذ نزار الكاتب والباحث السياسي علاء بونجار من باريس. أيضا أهلا وسهلا بك أستاذ علاء، يعني تعليقك على هذه الصور وكيف تتفاقم الأمور بسرعة منذ بعد ظهر اليوم. نعم، في الواقع الأمور فاجأت الجميع، فاجأت الشرطة وفاجأت المعلقين، على أساس أن الشرطة كانت تتعامل مع عملية إجرامية تقترب من العملية الإرهابية، على أساس أن شخص عمره 69 سنة فرنسي من بشرة بيضاء تم إلقاء القبض عليه، وعلى أساس أنه قتل 3 أشخاص في شارع قرب المركز الثقافي الكردي. وبعد لحظات، بعد دقائق، بعد وصول وزير الداخلية انفجرت الأمور، وكأن الجالية الكردية الموجودة في هذا الحي، هناك جالية كردية وجالية تركية أيضا في الدائرة 10 بباريس، كأنه وصلتها أخبار أن من ماتوا هم من الأكراد وقد يكونون ناشطين أو معروفين، وكأنهم أيضا يتهمون الفرنسيين، السلطة الفرنسية بالعدالة وبعدم حماية الأكراد. للأسف يعني أنه ما يحدث اليوم عشية أعياد الميلاد يتزامن مع مرور 10 سنوات على اغتيال 3 ناشطات كرديات في باريس في 2013 تقريبا في نفس التوقيت. وفي تلك الفترة كان هناك حديث عن اغتيالات سياسية، وحتى الحركة تحرير الشعب الكردي كانت تتحدث عن تورط عناصر من الاستخبارات التركية، ولكن بعد 10 أعوام العدالة روحت مكانها ولم يتم الكشف عن هؤلاء. يعني الآن الأمور معقدة، اليسار الفرنسي تحدث عن عملية إرهابية وربما عملية إجرامية قد تكون وراءها اليمين المتطرف. الآن يبدو أن هناك أخبار لدى الجالية الكردية على أن من ماتهم أكراد وتم استهدافهم عمدا. فالأمور فاجأت الشرطة الفرنسية وتفاجئ السلطات الفرنسية التي نراها متورطة نوعا ما، لأن هناك غضب من الشباب الكردي في هذه الأحياء الضيقة في باريس. وقد كيف تطورت الشرطة الفرنسية سيد علاء؟ يعني ما الذي تقصده في هذا تحديدا؟ هل من ردة فعل الشرطة بمواجهة هؤلاء المتظاهرين تقصد أن هناك ربما قسوة في التعامل معهم أو في محاولات تفريقهم؟ لا، يعني أنه الشرطة الفرنسية تعاملت مع عملية إجرامية ولم يكن في حسبانها بأن هناك ستكون أعمال شغب وقذف بالحجارة واستعمال للقنابل المسيلة للدموع. نرى الشرطة بأنها تحاول أن تحتمي بكل ما يمكن أن تحتمي به، وهناك قنابل مسيلة للدموع تم رميها على المتظاهرين الغاضبين. وزير الداخلية قال بأنه من حق الجميع التظاهر والتعبير عن رأيه، ولكن يبدو أن الشباب الكردي لم ينتظر الإشارة من السلطات الفرنسية. والأمن الفرنسي مع فترة الأعياد، هذه الأحياء المكتظة بالفرنسيين الذين يريدون التبضع للأعياد يحاولون أن يحافظوا على الأمن. وكيف لك أن تتعاملي مع ربما 200 شخص غاضبين يتهمون السلطات الفرنسية أو الأمن الفرنسي بأنه لا يحمي بما فيه الكفاية الأكراد؟ يعني هناك الكثير من اللغط، ويعني السلطة الفرنسية يعني تفاجأت وهي تتعامل كما تستطيع مع هذه الأحداث.
أعود إليك أستاذ نزار، يعني هل برأيك اليوم أشعل الشرارة هو ربما إعلان النيابة العامة انتهاء الحادثة حتى بعدما يعني عرف أين وقعت هذه الحادثة وعرف من هم القتلى الذين سقطوا خلال إطلاق النار؟ باعتقادي ما أنه هناك كانت عملية بشكل أو بآخر للإيهام السريع بهذا الحادث وطيه في طي جريمة عادية جدا دون ذكر أسماء الموتى، لأن تعودنا من البوليس الفرنسي عادة في غضون 3 ساعات عندما تكون الجثث واضحة فإن هناك دائما تغطية أو معلومات مرشحة للقدوم على الأشخاص من هم الهوية. هذا أولا. ثانيا، التناول الإعلامي دائما هناك زمن سياسي وزمن إعلامي. التناول الإعلامي كان خاطف وخاطف جدا باعتبار أنه لم يركز كثيرا على المركز الثقافي الكردي، ضف إلى ذلك التصريحان الموجودان للشاهدان بأن المتهم قد قصد مباشرة وقصد، لأن هناك شخص يعني هناك 2 من الشهادات، شهادة لشخص فرنسي وشهادة لأجنبي، باعتقادي بأن هذه الشهادات كانت مهمة جدا عندما شهدوا بأنه كان بشكل عشوائي ولكن في اتجاه هذا المركز. فرضية تصفية الأكراد من المخابرات التركية فرضية قائمة وقائمة جدا، هذا واحد. ثانيا، ترتبط بما وقع يوم أمس في أنقرة من اتفاق مع السويد وحث السلطات التركية للاتحاد الأوروبي لتفعيل الأكراد. ثانيا، هناك زمن اجتماعي في فرنسا طيب سأعود إليك أستاذ نزار، ولكن أستاذ علاء يعني أود أن أقول أيضا لك هذا السؤال اليوم، هل هناك أي نقطة ربما تكون استفزت هؤلاء الأكراد اليوم المتظاهرين الذين يحرقون ويكسرون ويعبرون عن غضبهم في الشارع من طريقة تعاطي السلطات الفرنسية ربما مع ما جرى اليوم، أم أنه للموضوع خلفيات أخرى خلفيات أخطر؟ يعني حتى اللحظة التي نتحدث فيها لا يوجد هناك مؤشر على أن تركيا أو على أن الاستخبارات التركية أو أنه يتم التستر على جريمة استهدفت الأكراد. السلطات الفرنسية محرجة، لأنه عندما تكون هكذا عمليات إجرامية في الغالب عندما يكون الإثم عربي أو مسلم فالأجهزة المكلفة بالإرهاب تتحرك ويتم تحديد المسؤوليات. الآن يتم التعامل مع شخص فرنسي لديه سوابق سبق وأن اعتدى على مخيم للمهاجرين وسجن وتم إطلاق سراحه، قام بعملية ضد أمام مركز ثقافي كردي. هل لديه خلفيات سياسية واستهدف الأكراد أم أنهم فقط لأنهم أجانب، يعني أنه الدافع هو يميني عنصري مثل ما حدث عدة مرات ومثل ما يحدث في ألمانيا وفي أوروبا. الآن يبدو أنه بما أن المركز الثقافي الكردي تعرض إلى اعتداء ومن ماتوا هم أكراد والسلطات الفرنسية تحفظت ولم تحدد، وفي العادة هي لا تحدد هوية من يموتون إلا عندما تكون لديها معلومات يقينية. حتى اليسار عندما ذهب للقول بأن اليمين المتطرف هو من يقف وراء هذه العمليات ووصفها حتى بالعمليات الإرهابية البعض، يعني زعيم اليسار جون لوك ميلانشون قال إنها عمل إرهابي، ولكن السلطات الفرنسية تتحفظ وأعطت المعلومات فقط الموجودة لديها. ماذا تملكه الجالية الكردية، ماذا يملكه الأكراد من معلومات، وهل يعني استاءوا للتعرض للأكراد وبالتالي بما أنهم حاولوا التعبير عن غضبهم اصطدموا بالشرطة؟ يعني الأمور ما زالت في البدايات في الواقع يعني، ولكن الطريقة التي تدهورت بها الأمور تفاجئ الجميع، والجميع يتعامل بحذر ولا يعرف
لماذا هذا الغضب الكردي؟ ولكن هنا يعني هنا السؤال كنا في أستاذ علاء، يعني البعض حتى في الأسابيع الماضية أو حتى الأيام القليلة الماضية كان يربط بين ما يجري حتى في عالم كرة القدم، والبعض يقول بأنه العنصرية الآن تحتل العناوين في بعض الصحافة الداخلية الفرنسية، لأنه ما عكسته كرة القدم هو واقع اجتماعي عمليا موجود في فرنسا. نعم، واقع موجود، واقع عنف مجتمعي، عنف سياسي، تهديدات إرهابية، تهديدات متطرف من التطرف اليميني، أيضا تهديدات حتى من على ما يحدث على المستوى الدولي من الحرب الأوكرانية الروسية. يعني كل الاحتمالات مفتوحة، ولكن الواقع أن ما حدث مع قبل أعياد الميلاد وهذا الانفجار الغضب الكردي هو ربما شيء جديد. في العادة الأكراد يتظاهرون في الساحات المسموح لهم بذلك ويعبرون عن رفضهم للسياسات التركية والتحامل على حزب العمال وأيضا سكوت فرنسا على عدم حماية الأكراد، ولكن أن تصل الأمور هكذا إلى المشادات والمناوشات العنيفة، قذف الشرطة بالحجارة والرد الشرطة من خلال القنابل المسيلة للدموع. يجب أن نعرف من يزور الدائرة العاشرة في باريس، الأحياء ضيقة جدا، هناك جاليات باكستانية، جاليات تركية بكثرة لديهم محال، وجالية كردية لا سمح الله إذا تم التعرض إلى الأملاك التركية في هذا الحي، فيمكن أن يكون هناك أيضا رد من الأتراك وستتفاقم الأمور، ولا يمكن للشرطة أن تحتوي الأوضاع. لهذا يعني أنه هذا الغضب من طرف الأكراد هو غير مفهوم لحد الساعة، إلا اللهم إلا إذا كان في القنوات بين الأكراد باللغة الكردية هناك معلومات يتم تداولها وهي غائبة عن الشرطة وغائبة عن المتتبعين وقد يكشف عنها، ولكن هناك ربما تعامل أمني مفرط واحتجاجات مفرطة مع أعياد الميلاد، يمكن أن تنزلق الأمور بطريقة سهلة جدا. دعني أشير أستاذ علاء بأنه الشرطة الفرنسية تدفع بتعزيزات أمنية إلى وسط العاصمة الفرنسية باريس مع تصاعد المواجهات إذن مع المتظاهرين الأكراد. يعني نتابع في هذه الصور لقطات من مختلف الأحياء في الدائرة العاشرة، ويعني حسب ما يمكننا رصده بأنه ربما المتظاهرين انسحبوا إلى شوارع خلفية، خاصة بعدما قامت الشرطة الفرنسية بإطلاق الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم. وهذه التعزيزات الفرنسية يعني في مختلف المناطق ومختلف الشوارع والدوائر وسط العاصمة حفاظا على سلمية هذه الأحياء وهذه الشوارع، خاصة بما أن الأمور ربما تتجه إلى تصعيد وإلى مواجهات في أكثر من دائرة أو في أكثر من حي. ينضم إلينا أيضا من ليون الفرنسية الباحث السياسي بيير لويس ريمو. أهلا وسهلا بك أستاذ بيير معنا، يعني تعليقك على ما يجري وكيف انزلقت الأمور إلى هذه النقطة. أعتقد بأن هذه هي التطورات وهذه هي الاشتباكات فعلا فجأت الجميع. أنت تعرفين بأن الجالية الكردية في فرنسا ليست مستعدة لمثل هذه التظاهرات ومثل هذه الاحتجاجات من هذا الحجم، ولكن في نفس الوقت تنتمي إلى ما يسمى بالأقليات غير المرئية، يعني الأقليات التي تعتبر بأن الدولة ربما لا تحميها بما فيه الكفاية. ولكن في نفس الوقت قد يقول قائل بأن مثل هذه العملية وهي عملية عنصرية بحتة نفذها شخص في الحقيقة لم يستهدف الأكراد بعينهم وحدهم، وإنما نفذ عملية أيضا قبل ذلك في مخيم النداجين، فبالتالي هذه العملية ينفذها شخص عنصري يعتبر بأن كل من ليس فرنسيا، كل من لا ينتمي لا إلى فرنسا ولا حتى إلى توجهاته اليمينية أقصى يعتبر يعني هدفا محتمل.
برأيك أستاذ بيير اليوم، هل كانت الشرارة هذا الحادث أم أنه هناك ربما ضغوطات يتعرض لها هؤلاء على مر السنين ربما؟ لا يعني أنا ربما سأستبدل كلمة ضغوطات باضطهادات، يعني ربما هناك جريات تعتبر بأنها مضطهدة نسبيا إذا نظرنا إلى أن التنوع الثقافي، التنوع لنقول الذي يشكل أساس الجمهورية الفرنسية يعتبر الكثيرون بأن هذا التنوع ليس ممثلا تنوعا فعليا. انظر مثلا الفرق بين طريقة التعايش الفرنسي وطريقة التعايش البريطاني. مثلا في بريطانيا الأقليات ممثلة تمثيلا برلمانيا، تمثيلا مؤسساتيا، هناك من رقي أو ارتقى بالأخرى إلى أعلى المناصب بسرعة تضاهي الجهود التي بذلها، سواء كان الأمر متعلق برئيس الوزراء ريشي سوناك أو إذا كان الأمر متعلقا بعمدة لندن أيضا. يعني هناك أزمة اجتماعية في الحقيقة كأنها لنقول يعني الغليان الذي صار الآن يطفو على السطح، ولكن فعلا وأنا أتفق معك في أنه مثل هذا الغليان يعني هو نتاج سنين متراكمة من الشعور بالإقصاء. وأعتقد بأن المنفذي هذه العملية أو هذه التظاهرات الآن يريدون أن يعبروا بأن الكيل طفح، وأعتقد أيضا أنهم يتحدثون بناطق سنخال باقي الجاليات التي ربما قد تتعرض لمثل هذه العمليات في المستقبل. يعني أستاذ بيير لويس، البعض يقول بأنه ربما طريقة تعامل الشرطة الفرنسية هنا يعتبرونها نوعا ما قاسية، والبعض يقول بأنه لا يمكن للشرطة أن تتعامل بطريقة مختلفة، خاصة عندما تواجه 100 أو 200 شخص غاضبين مستعدون للتكسير ومستعدون للقيام ببعض الأعمال ضمن أعمال الشغب للتعبير عن رأيهم. ولكن أيضا بحسب ضيفنا يعني من باريس أستاذ علاء يقول بأنه هذا بعيد نوعا ما عن المتظاهرين الأكراد، يعني لطالما حتى خلال تظاهراتهم كانوا يلتزمون بقانون التظاهر الذي ينص عليه القانون الفرنسي. لماذا برأيك اليوم انفجر هذا الشارع غاضبا في هذه النقطة تحديدا؟ هل الحادث بعد ظهر اليوم كان الشرارة أم هناك أي شرارات خفية كانت أخرى أيضا؟ سؤالك وجيه جدا، لأنه عندما تندلع التظاهرة أنت لا تستطيع أن تتكهن 100% بمآلها. أنت ذكرت عناصر مهمة كثيرة في سؤالك، تحدثت عن مسألة أنه لا يمكن أن تتعامل الشرطة مع متظاهرين سلبيين كما تتعامل مثلا مع هؤلاء المندسين الذين رأيناهم مثلا في تظاهرات الشرطة الصفراء الذين انسلوا إلى جماعة سنية من المتظاهرين. فبالتالي أنا لا أستبعد أن يكون أيضا هذا السيناريو موجودا، وجود مندسين تسللوا إلى متظاهرين يطالبون باحترام حقوقهم. هذه النقطة. النقطة الثانية أيضا، أنا أعتقد بأن ما هو خفيا هو الشعور بالإقصاء، الشعور بالاضطهاد، الشعور بنقصان التمثل في الساحة العامة الفرنسية. يعني عندما نتحدث عن الأخوة والمساواة والحرية هناك مجموعة مبادئ الجمهورية الخامسة. نعم، والجمهورية الخامسة، وأنت ستجدين أكراد كثيرين يحملون الجنسية الفرنسية وأغلبيتهم يحملون الجنسية الفرنسية. فبالتالي أعتقد بأن هناك شعور بأن الجمهورية الفرنسية أصلا لا تحتضن أبنائها كما ينبغي.
هل بسبب الأزمات بين اليمين واليسار المتصاعدة مؤخرا سيد بيير لويس؟ يعني إلى أي مدى هذا السجال بين اليمين واليمين المتطرف والوسط وحتى اليساريين ينعكس أيضا على هذه الفئات في المجتمع؟ يعني لأنه هذه السنة كان هناك انتخابات رئاسية وكان هناك العديد من المحطات التي يعني امتلأت الصحف الفرنسية، امتلأت ساحات التلفزة حتى، يعني وكل الخطاب الفرنسي يكون يا يمين يا يمين متطرف يا يسار وأيضا راديكاليين. يعني ألا يمكن أن نفهم بأنه في نهاية المطاف انفجرت في الشارع؟ صحيح بأن في تشخيصك جانب من التفكير، صحيح بأن هناك نزعة فرنسية إلى تسييس الأمور بحذر فيها. عندما تتحدثين عن أن النقاشات تكاد تتوقف عن يا يمين يا يمين متطرف لا يا يسار، يعني هذا ينطبق صحيح على الحالة الانتخابية وفترات النقاشات التلفزيونية التي أعقبتها وكذلك التي تبعتها، ولكن هناك يعني برامج انتخابية وبرامج سياسية قائمة أيضا على الاندماج، قائمة أيضا على العناية بالجاليات. يعني ما قام مثلا الرئيس ماكرون لي إدماج المسلمين، هذا على سبيل المثال وليس الحصر، وأيضا لإدماج مجموعة من الجاليات الذين ينتمون إلى لحمة واحدة وهي لحمة الجمهورية الفرنسية، يمكن تثمينه أيضا. ولكن صحيح بأن هناك نزعة فرنسية، نزعة متأصلة في النفوس بالقول ليس فقط يعني هل هذا الشخص يا يميني يا يساري يا وسطي يا يساري متشدد ويميني متشدد، وإنما هناك نزعة أيضا إلى تحديد الأشخاص على أساس أنهم هل هم فرنسيون أم هل غرباء، هل يمكنهم أن يسيروا نمط العيش الفرنسي التقليدي ونحن تحديد نمط العيش الفرنسي التقليدي في عام 2022 و2023. يعني فرنسا تغيرت، يعني فرنسا تلونت، وهذه يعني قيمة مضافة لفرنسا وللفرنسيين. لكن الموضوع الأساسي أعتقد أيضا أنه ينطلق من ماذا؟ ينطلق من حسن نقل قيم التربية المدنية. أنت تعرفين يعني شبابنا ليسوا بالضرورة على تناغم مع مبادئ التربية الوطنية والتربية المدنية التي تسعى المدرسة إلى نقلها. أعتقد بأن هناك يعني تنافس بين هذه الأطور الفكرية التي تسيس أي قضية مهما كانت، وهي أطور رجعية بكل تأكيد، ولكنها مع الأسف حتى ولو أنها بائدة فإنها باقية وعملية. وفي مقابل هذه التوجهات لابد من رسالة الجمهورية ورسالة التعليم ورسالة السياسة بمعنى العناية بالفرد داخل المدينة، وهو التعريف الأصلي للسياسة، لابد أن يفعل أيضا. شكرا جزيلا لكم من ليون الباحث السياسي بيير لويس ريمون، وكان معنا أيضا من باريس الكاتب والباحث السياسي علاء بونجار، ومن باريس أيضا الصحفي نزار الجليدي. شكرا جزيلا لكم.